وللوقوف على مستجدات الاعتقالات الأخيرة بالضفة المحتلة، ينضم إلينا عبر الهاتف من جنين الصحفية الفلسطينية شذا حنيشة. أهلا بك سيدتي. أهلا بكم. أهلا فيكم سيدة شذا. اعتقلت قوات الاحتلال 29 فلسطينيا بالضفة والقدس، كيف يمكن تفسير هذه العمليات المتزايدة للدهم والاعتقال مؤخرا؟ صحيح، يعني طبعا ما يقارب 30 مواطنا فلسطينيا بينهم طالبتين في جامعة النجاح الوطنية بمدينة نابلس وطفلين كمان أيضا من القدس. هذه الاعتقالات المتكررة هي بسبب تخوفات لدى الاحتلال من تدهور الأوضاع في رمضان سواء في الضفة الغربية أو في القدس المحتلة. هناك قلق واضح جيش الاحتلال من سلطات الاحتلال ودولة الاحتلال حول ما سيحدث في رمضان. هناك ترقب واضح، خصوصا أن الأوضاع لم تهدأ منذ بداية الأزمة في شهر أيار من العام الماضي. فهناك تخوفات مستمرة. الاعتقالات كانت، يعني نقدر نحكي أنه تحسبا من حدوث أي حدث من تطور الأحداث. أي شخص يشعرون بأنه قد يتحرك خلال الفترة القادمة يتم اعتقاله حتى أيضا قبل أن يقوم بتحرك. فالاحتلال يتخبط سواء في الضفة سواء في القدس في كل مكان. كيف يفسر الإصرار على فئتي الفتيات والأطفال مؤخرا وعدم استثنائهما من عمليات الاعتقال؟ يعني صحيح، هذا احتلال في النهاية، لا يفرق بين طفل، بين شيخ، بين امرأة، بين سيدة. أي شخص يشعر بأنه يقوم بشيء، حتى الطفل الذي يلقي حجارة بالنسبة لهم هو يعني مصدر خوف ويجب اعتقاله. هناك يعني ما يقارب 160 طفل حاليا موجودين في سجون الاحتلال، نستطيع أن نضيف إليهم هذان الطفلان فيصبحن 162 طفل. الاحتلال لا يقلق إن كانت التخوفات ناجمة عن من سيدة، من طفل، من امرأة، من طالبة حتى. يعني المعتقلات اليوم الآن في جامعة النجاح الوطنية من الكتلة الإسلامية في جامعة النجاح. فهناك تخوفات واضحة، وبالنهاية هذا احتلال لا يفرق كما ذكرت لك. نعم، بعد عملية الطعن التي قتل فيها 4 مستوطنين بالأمس وإطلاق الشرطة الصهيونية النار على منفذ هذه العملية، كيف يتعامل الاحتلال مع هذه العمليات النوعية ولا سيما أنها الثامنة خلال الشهر الجاري؟ يعني المختلف في هذه العملية هي مكان حدوث العملية. هي حدثت في بئر السبت محتلة، يعني الاحتلال يقول أنها داخل إسرائيل. أيضا أن منفذ العملية أيضا يحمل الهوية والجنسية الإسرائيلية. المختلف أيضا منفذ العملية كان معتقل لمدة 5 سنوات وأخرج عنه مؤخرا. فالاحتلال هذه العملية هي إخفاق كبير بالنسبة له، بداية لأنه لم يقوم بمتابعة الأسير بعد الإفراج عنه، وأيضا كانت يعني قوية وصادمة بالنسبة للاحتلال ونوعية. أيضا هي عملية مزدوجة، أصلا هي حادثة دهس ومن ثم طعن في موقعين، أيضا تم الطعن. فهذه العملية مختلفة. الاحتلال يعني نقدر نحكي أنه مرعوب من هذه العملية، وأصلا يعني كل الاعتقالات اللي بتتم سواء في الضفة الغربية أو في القدس المحتلة هي تخوف من هذه العملية، كما ذلك بحدوث هذه العملية في قلب إسرائيل. فبالطبع هي عملية مختلفة، بالطبع هناك قلق واضح من الاحتلال. الاحتلال يتخبط، الاحتلال يداهم بيت المنفذ، يقوم بمصادرة حواسيبه والأجهزة الإلكترونية الخاصة به. يعني بالنهاية هذه العملية كانت صادمة له وفعله. هي هناك أيضا تخوفات على ماذا سيفعل في الضفة. يعني الاعتقالات اليوم، 30 شخص تم اعتقاله اليوم جاءت بعد العملية مباشرة، لأن الاحتلال قلق ماذا سيحدث. قلق من سيقوم في العملية القادمة. هذه التخوفات لدى الاحتلال. وأيضا هذا يضيق على الفلسطينيين سواء في القدس المحتلة أو حتى في الضفة الغربية. الحواجز منتشرة في كل مكان. في هذا السياق بالحديث عن هذه التحديات التي يواجهها الفلسطينيون، نعود لتصريح لأحد أشقاء المستوطنين في حديثها عن عملية النقب، قال إننا لا نشعر بأمان في النقب. لو تحدثينا باختصار عن الأهمية الاستراتيجية للنقب ويوميات الفلسطينيين في مواجهة تحديات الاحتلال. يعني
النقب لم يهدأ، يعني رغم أن الاحتلال يقول أن النقب في قلب إسرائيل إلا أن النقب لم يهدأ. النقب فقد شهيد قبل فترة، النقب يتم هناك تهجير للقبائل للأشخاص الذين يكونون أيضا. النقب يتعرض لهجوم متكرر من جيش الاحتلال ومن سلطات الاحتلال ومن شرطة الاحتلال وتضييقات على المواطنين الموجودين هناك من أجل السيطرة على النقب. النقب الاحتلال يعتبر النقب منطقة استراتيجية بالنسبة له، من ناحية أنه من حول التغيير لتحويله لإزالة الصحراء النقب وتحويلها لمناطق زراعية وإثبات وجود الاحتلال الصهيوني في هذه المناطق. فبالتالي النقب نعم لم يهدأ ولن يهدأ، وهذه العملية أصلا تؤكد أن النقب الغاضب سيستمر في غضبه، سواء من خلال هذه العملية أو من خلال إثبات تواجدهم وإثبات حقهم في التواجد في هذه الأراضي. شكرا جزيلا لك الصحفية الفلسطينية شذا حنيشة، حدثتنا عبر الهاتف من جنين.